السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعكم وترباح من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جديدة من الإيردروبات. أول إيردروب فيهم خاص بعملة اسمها شارك. متطلبات الإيردروب: أول حاجة هتسجل في موقع العملة نفسه، التسجيل فيه مفهوش مشكلة، تسجيل إيميل وباسورد، تفعيل من الإيميل. نيجي بعد كده، إيردروب عبارة عن فورم. بيتطلب من أنت أول حاجة هتسجل في جروب تليجرام ده، وبعد كده تحط اليوزر بتاعك هنا، تحط محفظة إيثيريوم وايلد. نيجي بعد كده بتحط له الإيميل اللي انت سجلت بيه في موقع شارك اللي هو موقع العملة نفسه. بعد كده بيأكد في جروب تيجرام تاني نشترك فيه برضو، ونحط له اليوزر بتاعنا. وبعد كده بنعمل له هنا فولو على تويتر، وتحط له اليوزر بتاع تويتر. وبيقول لك ان انت بالنسبة بعد ما تعمل فولو بتخش على نفس الصفحة اللي هي على تويتر، وبتيجي الاول بوست بتعمل له مثلا لايك، وتعمل ايه ريتويت بكومنت، وبتيجي تاخد اللينك بتاع الكومنت اللي انت عملته او لينك الريتويت وتحطه له هنا. بعد كده بتعمل له فولو على الفيس، وتحط له لينك بروفايل بتاعك او اليوزر. بعد كده بيقول لك انت برضو على اول بوست هتعمل لايك وكومنت او لايك وشير، وتيجي تحط له ليه البوست بتاع الشير اللي انت عملته، اعمل شير بكومنت برضو. نيجي بعد كده هنا، ده موقع ستيم، هتعمل له فولو عليه وتحط له اليوزر بتاعك في ستيم. بعد كده بيقول لك اعمل له سبسكرايب على الصفحه بتاعتهم على اليوتيوب، وهتيجي هنا تحط اللينك بروفايل الخاص بيك. نفس القصه على موقع لينكد ان، هتعمل له فولو وتحط له اللينك بروفايل بتاعك. وفي حاله انت لو عملت فيديو هتحط له اللينك بتاع الفيديو او الارتكل اللي هو ايه، لو مدونه عندك كتبت مقاله عن العمله هتحط اللينك هنا سواء للفيديو او المدونه، وتدوس سبميت. نخش على الدروب اللي بعده. الدروب خاص بعملة زيجر او بموقع زيجر نفسه. في عمل اردروب جديد خاص بعملة جديدة، نبص مع بعض كده. احنا لسه شارحين الاردروب او الموقع امبارح، بنعيد عليه تاني. موقع مهم جدا وصادق وبيدفع، ولو عاوز تخش تفاصيل اكتر بالنسبة للموقع ممكن ترجع للفيديو اللي فات. تسجيل سهل عامة، بتحط الاسم بالكامل، الايميل، الباسورد، وبتدوس كي كريت اكونت. ما احنا مسجلين، خش اوريدي هاف اكونت. برضو هندي لمحة سريعة كده. مبدئيا لما بتيجي تسجل بعد تسجيل وتفعيل من الايميل، بتيجي تملي بياناتك هنا بالكامل، وبعد كده بتنزل هنا. دولت اربع محافظ، كل محفظة المحفظتين هنبتدي بأول محفظة اللي هي عملة زادي، بتجيبها من منصة اسمها بيت ماكس، او نتذكر اسمها كده، مش متذكرها. نبص اسم المحفظة بي اكس بايت، تمام. وهسيب لكم الرابط بتاعها عشان تجيب ايه رابط عملة زا. نرجع تاني، يبقى أول محفظة خاصة بعملة زاد على ايه بي اكس بايت. تاني محفظة بتحط رقم محفظة الإيثيريوم والت العادية بتاعتك. تالت محفظة دي عملة الداش، ودي بتجيبها من أي منصة. رابع محفظة ده رابط مع عملة جديدة، العملة موجودة برضو، هسيب لكم اللينك الخاص بيها. اسم العملة أو اسم المنصة اسمها كوين تريد، دي بتجيب منها رابط المحفظة أو رابط العملة نفسها، تمام. بعد ما بتربط المحافظ بتاعتك كلها ترجع تاني على ماي اكونت. بتيجي هنا بتربط جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتاعك، الخمس مواقع: الفيسبوك والتويتر وانستجرام والتليجرام وتيوب. خلصنا كده، خلاص حطينا المحافظ وعملنا ربط للخمس مواقع التواصل. بنرجع بقى نجيب المهام بتاعتنا من هنا. الموقع ده وسيط لعملات، وهو اللي بيعملها الايردروبات. كل مربع من دولت بيمثل عملة او بيمثل ايردروب تقدر تربح منه. الفكرة واحدة في جميع المربعات. انا مثلا لو مسكنا الايردروب ده اللي هو الخاص بعملة بيتكس، العملة دي موجودة بالفعل على كوين ماركت كاب، يعني عملة متواجدة، هنخش عليها. والفكرة التطبيق واحدة، نشوف المتطلب من هنا بالنسبة للعملة. بيجيب لك ايه المتطلبات لكل ايردروب، بيديلك 1 2 3 4، بيشرح لك بالتفصيل. هنحول بس اللغة الانجليزي، وانت براحتك ممكن تحول العربي. اول حاجة تشترك في جروب تليجرام، بعد كده هتعمل له فولو على تويتر، بعد كده اشتراك في جروب تليجرام تاني،
بعد كده تعمل له فولو على صفحة الفيس، وتعمل اول بوست شير، يبقى تعمل فولو على تعمل لهم فولو على الفيس، واول بوست تعمل لايك وتعمل شير، وبعد كده اشتراك في جروب تليجرام تالت. وبعد ما بتخلص الكلام ده كله بتلاقي هنا كلمة جون، بتدوس على كلمة جون بس، مش اكتر من كده، يبقى انت كده انضميت ايه للايردروب. بالنسبة للايردروب ده هيوصلنا امتى؟ الميزة اللي فيه ان هو بيحط لك كل تاريخ الدروب، هيوصلك العملة امتى، وبتوصل اليوم بالظبط بالساعة وبالملي زي ما بيقولوا. الدروب ده هيبقى يوم 20/7 هيوصلنا. في دروبات 30/7، 30/7، 30/6، ده هيوصل بعد 3 ايام، ده بعد 3 ايام، بعد ده لا ده 30/7، ده 30/7، 30/6، تمام، ده 30/7، وده قرب يوصل، ده مهم قوي. ده الخاص بالمنصة نفسها اللي هي أول منصة قلنا اللي هنجيب منها رابط المحفظة بتاعت عملة ازاي، يبقى أقرب اير دروبات تقدر تشتغل عليها وتحاول تخلصها اليومين دولت. الاير دروب ده اللي هو خاص بعملة بي اكس بايت، والاير دروب اللي هو خاص بعملة اسمها ايكون كونكرا، تمام، والاير دروب يعتبر بعد كده هو ده اقرب حاجة في شهر 7، بس يوم 20. فنحاول ننجز في الاير دروبات دي وبإذن الله فارب حاجة كويس. بس ده انا بستعجلكوا عليه لسبب، يعني ده حاول تركز عليه عشان هو الدروبات مرتبطه، بغير ان هي مرتبطه بميعاد، مرتبطه بعدد، يعني ده 300 شخص لو سجلوا فيه يبقى خلاص الدروب انتهى، ولغايه دلوقتي 148 واحد اشتركوا، وده يعتبر بقاله ساعات الدروب. فنحاول ننجز فيه بعد ايه اول الدروب من ده، نحاول نخلص فيه النهارده باذن الله. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده. الدروب ده انا شرحته امبارح، والدروب صادق جدا حسب ما يعرض، يعني ان هو الربح منه الخمسين عملة بيساوي 20 دولار. هشرحه، وقبل ما اشرحه بس هوريكم ان ايه صدقه، ان هو بعت في نفس اليوم، يعني انا شرحت الفيديو امبارح في نفس اليوم على طول، بعدها بكام ساعة بعت لي الرصيد اهو، تمام. ادي 100 عملة وصلوني من عملة يو بي ام. الدروب كالتالي، عبارة عن مهمتين، اشتراك في جروب تليجرام، فولو على تويتر. بعد كده بتدوس له كلمة سم ديتيلز، بيطلب منك بقى البيانات بتاعتك، رقم المحفظة، الايميل، اليوزر، التويتر. بعد كده بديك مسألة حسابية، هنا كان مديني مثلا المسألة كان مديني ايه 6 ناقص 6 كام 0. مجرد ما بتدي له الإجابة بيديك رابط الإحالة بتاعتك، وبيديك على كل إحالة 50 من عملة يوبر كوين. الدروب صادق وبيبعت على طول، يعني يعتبر في نفس اليوم، فنلحق نسجل فيه ونكسب منه بإذن الله. نخش على الدروب اللي بعده، ده انا كنت شرحته امبارح، هو مش يعني انا اعتبره بونص او اير دروب، وعامل زي عملة الفا صادق، ودي عدد نقاط في ناس سجلت معايا او من المهام اللي انا قمت بيها، يعني 90% مهام لحالات مفيش حاجات كتير اوي عليه. نلحقه في اوله، احنا قلنا ان هو ايه، من تسجيلك بتاخد نقاط ومن المهام بتاخد منه نقاط، وانا لقيت له ايه دي الداتا بتاعته او التفاصيل بتاعته على موقع كين كاجو. لو كتبنا اسم العملة اللي اسمها ايون هتلاقي تفاصيل العملة، هي سعرها نزل شوية، هي كانت امبارح ب1 سنت، يعني العملة بتتباع وموجودة على منصة ايديكس، مفيش مشكلة بالنسبة لنا بالنسبة لسعر العملة، او لما نجمعها نقدر نبيعها. وهعيد تاني الكلام، انت مجرد بتسجل في الموقع، الموقع فكرته زي موقع الفا بالظبط، يعني امبارح نشرت عليه منشور، ادي الفيديو على الفيديو اللي انا نزلته امبارح نشرته هنا عليه، ومثلا لو حد عمل لي لايك او حد عمل لي كومنت او حاجه زي كده، ده بيضاف لي رصيد او بيضاف لي رصيد من العمله. قلنا ايه، مجرد تسجيلك بتاخد مكسب او عدد نقاط. في طريقه تانية للمكسب، طبعا الاحالات بتديك، الاحالات بتبقى معاك هنا في اول لينك في الصفحه في الداشبورد. المكسب بتاع او الدروب اللي داخله، احنا قلنا بيخش على كلمه كونتست، معانا مهام كتير حوالي 20 مهمة، نفذ على قد ما تقدر منها. بداية تسجيلك عليه 100 نقطة، بعد كده لو حملت البرنامج عليه عدد نقاط، بعد كده ده تبع برنامج مرتبط بالبرنامج، وده الانفيتيشن بيقول لك الاحالات عليها نقاط. التليجرام لو شاركت في جروب تليجرام بتاعهم فيها 100 نقطة، لو اشتركت في نشرة الاخبار بتاعتهم انا اشتركت خلاص فيها 100 نقطة. ليك بالنسبة ان انت تعمل تويتاية 3 مرات في الاسبوع، مش هتكترش عن كده، ادي التوتية وبديها لك جاهزة بحيث ان انت تعملها على طول، تمام. نيجي بعد كده، وطبعا مجرد ما بتخلص التوتية بتيجي تعمل الاسباب بتاعها هنا اهو. بالنسبة للينكد ان،
ليك برضو 3 مرات، تعمل 3 بوستات في الاسبوع، تعمل شير يعني شير للبوست، وتيجي تثبت له الايه البوست اللي انت عملته بكلمه ايه سبميت يور لينك. معاك مهام كتير، حاول تكسب من العمله في اولها وباذن الله فيها ربح كويس. خش بقى كده الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعمله اسمها اكس او اكس اكس تريدو. العمله بالفعل وصلني، كان لها دروب اول ووصلني. يعني لو بصينا اختصار العمله اسمه اكس ده، وده اسم العمله اكس تريدو. لو بصينا هنا انا وصلني منها 1000 من العمله، ده كان من الدروب الاول اهو، وصلني منها 1000 من الدروب الاول. يعني كل عمله صادقه وعمله محترمه. نخش على الدروب الثاني بقى، ده المرحله الثانيه منه. فاضل لي مهمه، المهمه اللي مطلوبه فيه هو ما بيجي يفتح معاك، مجرد ما بتدوس على اي حاجه من الحاجات دي بيطلب منك انت تسجل عن طريق اي حاجه من مواقع التواصل بتاعتك. يعني هو ما فيهوش تسجيل ايه بمعنى كلمه تسجيل، او بيطلب منك انت مثلا تسجل عن طريق الفيس او تويتر او كذا. انا اخترت الفيس وعملت كام مهمه، فاضل لي مهمه هعملها معاك اهو عشان يفتح معانا بقيه المهام. تمام، نعمل بس ريتويت للبوست ده، لايك ريتويت. ونقول له فيفر لسه رايجين. هعمل ريفرش كده بس عشان مش اتاكد كده منها. مجرد ما اتاكد من الـ5 مهام فتح لي هنا ايه، طب تمام، فتح لي رقم محفظة الايثيريوم والت بتاعتي. يعني اول 5 مهام اجباري لازم اعملهم، اللي هي ايه فولو 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 ريتويت، واشتراك في جروب تليجرام، اشتراك في جروب تليجرام دي زيارة الأصدقاء بتاعتي، عملت فولو للصفحة بتاعتهم على الفيس. مجرد ما خلصنا الـ5 أو الـ6 فتح لي محفظة الايثيريوم والت، حط كده المحفظة بتاعتي. كده انا اعتبر خلصت كل ايه المهام. الدروب نفسه ما فيهوش احالات، تمام، نحاول نسجل فيه ونكسب منه. هسيب لكم رابط الدروب برضو. نيجي بقى كده الدروب اللي بعده. اول حاجه ده هما 2 في 1، بمعنى ده موقع العمله هتسجل فيه وهتربح منها. اوريكم ازاي، تسجيل عادي ما فيش اي مشكله، ايميل وباسورد والمعدات بتاعنا. ريسيت يور ديزرت، وحط حاجه جديده ولا ايه دبل، ماشي. لا ده كده مسابقه داخليه بنشوفها بعدين. تمام، المهم العمله دي او الموقع نفسه في حته حنفيات او فوست، كل ساعه بتخش او كل ساعتين تقريبا بتعمل ايه. نخش، لا لا من هنا جيت ايه جيت بتاع، هنيجي نعمل الكباتشا وناخد ايه رصيدنا. انا مجمع منه وصلنا رصيد قبل كده، يعني هو موقع صادق وبيبعت. العيب اللي فيه بس الوحيد ان هو بيبعت متاخر بعد 3 ايام، يعني مجرد ما تعمل امر الارسال بعد 3 ايام بتوصلك العمله عن طريق اللي هو الفوست نفسه. تمام، الموقع هنا بيدينا طريق، ما فيها طريقتين للمكسب. اول حاجه الفوست كل ساعتين، تاني حاجه عن طريق التاسكات المهام، بتشوف المهام المطلوبه كده وبتنفذها، ده حاجه. تاني حاجه هم عملوا اير دروب، والاير دروب الميزه فيه ان هو مش هيوصلنا حتى على المنصه هنا او على المحفظه، هيوصلنا على منصه لاتكوين. يبقى الاير دروب مرتبط بمنصه لاتكوين. بالنسبه للناس اللي مش مسجله هسيب لها رابط تسجيل في المنصه. تمام، تاني حاجه الاير دروب احنا قلنا عباره عن بوت تليجرام، نفتح كده البوت مع بعض. بوت بيفتح معانا بالشكل ده. اول حاجه اشتراك في جروب تليجرام وتدوس له دن، اشتراك في جروب تليجرام تاني ودن. بعد كده بيديني صفحه بتاعتهم على تويتر، بعمل لها فولو وبحط له اليوزر بتاعي بتاع تويتر بس بدون علامه الات، اليوزر بس. بعد كده بيديني ايه تاني، بيقول لي اعمل الاول بوست على نفس الصفحه بتاعتهم على تويتر، اعمل الاول بوست لايك وريتويت، مجرد ما تقول ريتويت عادي بدون كومنت. تمام، بعد ما تخلص بتدوس له دن، هو بيتاكد مع نفسه. بعد كده بيديك الصفحة بتاعتهم على الفيس وبتعمل له فولو ولايك او البوست طبعا شير، وبتيجي هنا تحط له اللينك بروفايل الخاص بيك.
بعد كده ايه تاني بقى؟ بيطلب منك الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه في منصة الليتكوين، يبقى لازم تكون مسجل في منصة الليتكوين عشان توصلك عليها العملة. تمام، هو بيدينا 4 عملات من الايردروب بتساوي 10 دولار. تمام، وبيطلب منك كزيادة بس انت بتشترك في جروب تليجرام ده الخاص بالمنصة نفسها وبتدوس له دان، او على فكرة الايردروب صادق منشور على المنصة نفسها، اللي حابب يخش للمنصة ويدور في الايردروبات الخاصة بيها الايردروب منشور جوه المنصة، فالمنصة صادقة والايردروب نفسه صادق. تمام، اخر حاجة واحنا قلنا بنسجل في الجروب تليجرام ده وبنحط له دان، بعد كده بيظهر معانا بقى هنا رابط الاحالة وهنا الرصيد بتاعي، وده انفو معلومات لو انت حابب تطلع عليها. لو قلنا مثلا بلانس، انا كده معايا 4 عملات بيساوي 10 دولار، وعن كل احالة بيديك تقريبا عملة واحدة. تعالى كده اتأكد ندوس على الانفيتيشن لينك، عن كل احالة بيدينا جون توكن، هو مش موضح، هنقول بيكون بيدينا عملة او حاجة زي كده عن كل حالة، بس هو مش موضح هنا، مش واضحة قصادي. تمام، نخش بعد كده على الايردروب اللي بعده، وده ايردروب مهم اوي اوي اوي، ده يعتبر اول ايردروب بيوزع من عملة ليبرا، والعملة دي هي عملة الفيسبوك. الفيسبوك استثمروا في عملة خاصة بيهم اسمها عملة ليبرا. متطلبات الايردروب، اول حاجة لازم تكون مسجل في منصة دوبي. تمام، ودي منصة مشهورة ومعروفة والتسجيل فيها مفيش اي مشكلة. تمام، بعد ما هتسجل في المنصة هتلاقيني سايب لك لينك جوه المنصة نفسه، انا هسيب لك اللينك المباشر ليه عشان ما تعبش نفسك. كل اللي عليك الصفحة اول ما تفتح معاك هتفتح بالشكل ده، هتيجي تدوس هنا تنزل تحت كده هتلاقي هنا كلمة ريسيف او كلمة جيت ان، هتدوس عليها هتلاقي ظهر لك مربع بيقول لك انت وحظك بقى 4 عملات من عملة ليبرا، 5 10 انت ونصيبك. تمام، انا اشوف ايه العملة وصلتني، دخلت جوه المنصة نفسها ولا لسه، ونزلت في رصيدي ولا لسه. يبقى العملة كده لسه ما ظهرتش. تمام، يبقى الدروب ما انتهاش او لسه ايه مش تنزل في الرصيد دلوقتي، بس انت كل المطلوب منك انت بتسجل في الموقع نفسه في المنصة، ده شرط اساسي، وبكده هتلاقيني سيب لك لينك مباشر للدروب نفسه. الدروب كل مطلب منك انت تيجي هنا على كلمة جيت ان، مجرد ما تدوس عليها بيقول لك انت خدت رصيد قد كده من عملة ليبرا، تقريبا في انتهاء الدروب باذن الله عند انتهاءه هيوصلنا رصيد من العملة، وساعتها هفكركم بالدروب واقول لكم العملات وصلت. وهنا حتى موضح وبيقول لك اه الدروب هيوصلنا، الدروب هيفضل شغال من يوم 22 جون، الدروب ده بقاله كام يوم شغال على فكرة، لغاية 5 جولاي، يعني يعتبر احنا كلنا ننتظر اسبوع تقريبا بالظبط او 7 ايام او 8 ايام بالظبط، يعني يوم 5 7 هنلاقي الرصيد بتاعنا وصل. فبقول لك الرصيد هيوصل اهو، هو بيوزع حاليا 80 الف من عملة ليبرا. تمام، لاول ناس هتعمل الموضوع ده فنلحق نكسب منه باذن الله كلنا نربح. خش بقى كده الدروب اللي بعده، الاير دروب ده بيدينا رصيد 250 من عملة اسمها بي اكس. تمام، وعن كل حالة هيديك 50 عملة. طريقة تسجيل في الاير دروب كالتالي، اول ما بيفتح معاك بيديك مسألة حسابية، دوس على كلمة كونتينيو واديله الاجابة، يعني قبل ما تكتب الاجابة لازم تدوس على كلمة كونتينيو الاول وبعد كده اديله الاجابة بتاعتك. هنا كان مثلا بيدينا 40 زائد 3، قلت له 43 وخلاص خلصت المهمة دي، انفتح لي على طول المهام. اول مهمه اشترك في جروب تليجرام، اشترك في جروب تليجرام. تالت مهمه بتعمل له فولو على تويتر فقط. تمام، بعد كده بايه بيطلب منك التاكيدات، بس هي التاكيدات هنا مختفيه مش ظاهرها، كان مثلا ايه يعتبر تاكيد واحد سالني على اليوزر بتاع تويتر، وبعد كده بيديك رابط الاحاله وهو حتى مأكد بيانات هنا، هو البيانات هي بيانات ظاهره بعد ما فعلها نفسها، انما حته التاكيد في النص مش ظاهره. تمام، بعد كده بتاخد انت رابط الحاله بتاعك وبتروج له، هتاخد عن كل حاله 200 و... عن كل حاله انا اسف 50 من عمله بيتوبكس. خش بعد كده الدروب اللي بعده، ده تذكير بس للناس، الدروب ده مهم يا جماعه وريت ما حدش ايه يستغنى عنه. انت مجرد ما بتسجل في الدروب بيطلب منك الايميل والباسورد وبتخش،
وبعد ما بتسجل بيجيلك رسالة تفعيل على الايميل وتفعل. اول حاجة بيطلبها منك هو اوتوماتيك انت تدخله اليوزر بتاع التليجرام، وبعد كده تشترك بقى في المهام دي كلها، اشترك في جروب تليجرام اول، اشترك في جروب تليجرام تاني. وانت على فكرة كل ما بتيجي تشترك في حاجة بيطلب منك اليوزر بتاعها، يعني لما اجي اشترك في ده هيطلب مني اليوزر التليجرام مرة، وهنا يطلبه مرة تانية تأكيد برضه، وبعد كده لما اجي اعمل له المهمة بتاعت الفولو على الانستجرام هيطلب مني اليوزر بتاع الانستجرام، وهكذا في جميع المهام. انت مجرد تسجيلك بتاخد 950 من العملة، وعن كل احالة بتاخد 50 نقطة، تمام؟ هي مش عملة، اسف، وانت بتاخد نقاط وهتحول معاك لعملة يوكن. هو بيقول لك ان انت المكسب بيبتدي من $50 لغاية $5000 تقدر تجمع من العملة دي، اقل حاجة $50 مجرد الاشتراك واتمام جميع المهام دي. تاخد فيها $50 لغاية $5000، ده حسب الاحالة اللي انت تجيبها. انت مجرد تسجيل بتاخد 950 نقطة، وعن كل احالة، انا في 3 مسجلين معايا اهو، عن كل احالة بتجيبها بتاخد 50 نقطة. خش بقى كده الدروب اللي بعده، هو يعتبر مش اير دروب بالنسبة للناس اللي معاها عملة اسمها يعني هو الموقع نفسه، اسف، الموقع فيه بونص ان هو بيدينا حوالي 100,000 ساتوشي من البيتكوين تقريبا. انا مش عارف هم، بس هم ما اظنش قابلين للسحب، لو جربنا كده نسحب ما اظنش هيسحب معايا، ممكن يكونوا قابلين للتداول او الاستثمار. نبص كده بس هيسحب معانا ولا هيعمل ايه. زي ما انا قلت هو موقع حاطط مينيمم ما اقدرش اسحب اقل من 1,000,000 من عملة البيتكوين، تمام؟ يعني اعتبر ده ايه، بونص ايه ممكن نستعمله مثلا في التجارة او حاجة زي كده. يبقى إيه، مش ده الاساسي معايا اللي انا حاطط بسببه ايه، المنصة نفسها. المنصة نفسها انا حاططها للي معاه عملة ياني. نبص كده عملة ياني، تبارك عليكم، فكركم بيها عشان المنصة دي اللي بتبيع عليها العملة. ادي العملة، لو حد معاه عملة ياني العملة دي بتتباع على المنصة دي، تمام، على منصة اسمها سوكس. هسيب لكم رابط المنصة، او هنشوف قصة البونص ده ممكن ايه نحاول نتاجر بيه او قصته ايه، ولو في جديد هبلغكم بيه. اما بالنسبة للسبب الاساسي انها بتباع عليها عملة ياني، تبعت الرصيد بتاعك من العملة على المنصة وتقدر تبيعه. الايردروب اللي بعده خاص بعملة او توكن اسمه بدري توكن. ايردروب بيوزع 500 من عملة بدري. المطلوب مننا المهام كالتالي، اول حاجة بتعمل له فولو على صفحة تويتر دي، ودي دي بتحط له اليوزر بتاعك، بعد كده اشتراك في جروب تليجرام وتحط اليوزر، بعد كده بتعمل لايك وريتويت للبوست ده، والريتويت طبعا بتعمله بكومنت، وبترجع تحط اليوزر هنا، بتحط لينك الريتويت اللي انت عملته هنا، بعد كده رقم محفظة الاسر الموال، وبعد كده الايميل بتاعك. خش بقى كده الدروب اللي بعده، ونركز بقى في الدروب ده، مهم. اول حاجة الدروب ده مرتبط بمنصة زد بي، لازم تكون مسجل في المنصة، ده أول حاجة. دروب صادق والمنصة صادقة بإذن الله، هنا منصة محترمة، التسجيل فيها سهل مفيهوش أي مشكلة. والتفعيل مش متطلب دلوقتي، بس يفضل طبعا، مقدرش أكدب عليك، التفعيل بينفعك فأنت تكسب بونص من المنصة، وبينفعك في المستقبل في حاجات كتير. فأنت مبدئيا سجل في المنصة، والتسجيل فيها سهل مفيهوش أي مشكلة، هسيب لكم رابط التسجيل. بعد ما بتسجل في المنصة، ده الدروب عبارة عن بوت تليجرام بيدينا 120 من عملة زد بي اللي هي عملة المنصة نفسها. أول دروب ما بيفتح معانا بيدينا مسألة حسابية، المسألة أنا كان بيديني مثلا 47 زائد 41 كام؟ الإجابة كانت 88. بعد ما تكتب له الإجابة بيفتح معاك المهام، اشتراك في جروب تليجرام، ومجرد ما بتشترك في جروب تليجرام بتقول له ستارت تاسك عشان يقلك في المهمة اللي بعديها، اشتراك في جروب تليجرام برضه بتقول له ستارت تاسك عشان يقلك في المهمة اللي بعديها. بعد كده بيطلب منك الإيميل، بتحط له الإيميل بتاعك اللي أنت مسجل بيه في المنصة، تمام. بعد كده بيطلب منك رقم محفظة عملة زي اللي هي زد بي، ودي بتجيبها من الايه، من المنصة نفسها. نخش ازاي على كلمة فاند، تمام، وادي اسم العملة، هي بتبقى أول عملة على العموم عشان هي عملة المنصة. هنيجي ندوس على كلمة ديبوزيت، إيداع،
انت طبعا عشان اول مره هتلاقي هنا كلمه زي كلمه كده عامله زي كريت كريت محفظه، كريت محفظه مجرد ما بتدوس عليها بيظهر لك ايه رقم المحفظه بتاعتك، بتنسخه وبترجع اير دروب تاني تحط له رقم محفظه انا حاططها هنا كده. وبعد كده بقى بيديك مجرد ما تحط المحفظه بيديك الصفحه بتاعتهم على تويتر، بتخش بتدوس هنا اهو مش هنا تمام، بتدوس على اللينك ده، اللينك اللي بتجيب منه المحفظه اللي هو المستطيل ده، بتدوس عليه بيحولك للمحفظه انا اسف للصفحه بتاعتهم على تويتر، بتعمل لهم فولو وترجع تحط اليوزر بتاعك على تويتر هنا. بعد كده بيقول لك اول لينك اول بوست في تويتر في الصفحه بتاعتهم هو، او هو مديك الريتويت ده نفسه انا اسف، بتنسخه كده، تنسخ الريتويت نفسه او انت تعالى كليك يمين على الريتويت كده كوبي واعمل بيه ريتويت في اي متصفح، وبعد كده ارجع حط له اللينك بتاع الريتويت نفسه. بعد كده ايه تاني؟ دي المهمه بتاعت ريديت، بتعمل له فولو على ريديت وترجع تحط له اليوزر بتاعك. بعد كده ده اللينك بتاعه على موقع لينكد ان، بتعمل له ايه فولو على موقع لينكد ان وتحط له اللينك بتاعك بعد كده او لينك البروفايل. بعد كده اخر حاجه بيطلبها منك دي براحتك انت، لو خلصت المهام دي كلها بدون ان انت تنزل محفظه تاخد 120 من العمله. انا ما اعرفش لو نزلت المحفظه تاخد كام، على العموم انا عملت له سكيب ما نزلتش المحفظه، حاول تنزلها برضو ممكن تستفيد من العرض وتنزل المحفظة. عملت بالنسبه للمحفظه انا عملت سكيب ومكملتش المهمه نفسها ودخلت على طول، مجرد ما دوست سكيب اداني رصيدي من العمله واداني رابط الاحاله بتاعي عشان اروج للعمله تمام. نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعملة اسمها ميرو كرانسي، الدروب بيدينا 50 من عملة ميرو تمام، مش 50 دولار، 50 من عملة ميرو. متطلبات الايردروب انضمام لجروب تليجرام، انضمام لجروب تليجرام، فولو على تويتر، فولو على تويتر. بيقول لك هنا يا بوست زبلو تويت اكونت ماشي، وهتيجي تنسخ الكلام ده كله من اول شكل الصاروخ ده لغاية اخر كلمة وتعمل بيها بوست على تويتر تمام، او تويتر على تويتر. وبعد ما تعمل كده هتيجي هنا برضو اللينك ده هتعمل لايك، ده عباره عن بوست هتعمل له ده حاجه تانية رابعه كده تمام، هتعمل هنا لايك وريتويت للبوست ده بالريتويت هنا بكومنت تمام. بعد كده خامس حاجه طالب منك انت تنزل محفظه كونامي، وادي لينك المحفظه نفسه جوه ايه الاير دروب بحيث تتحملها على الموبايل. ايه تاني؟ سكرول داون فاين كرانس تمام. المهم بيقول لك بعد ما هتحمل محفظه كونامي هتنزل جوه المحفظة نفسها او اعمل بحث على عملة ميرو، اكتب كلمة ام اي ار او هتلاقي اسم العملة، هتعمل ديبوزيت للرقم المحفظة وده لا ورقم المحفظة اللي هنحطها هنا رقم محفظة ميرو او عملة ميرو من جوه ايه محفظة كونامي نفسها. وطالب منك طلب زيادة ان انت بعد ما تيجي تقف على مثلا بعد ما تخش على كلمة ديبوزيت في المحفظة اللي هي كونامي نفسها وتجيب عملة ميرو هتاخد سكرين شوت عن طريق الموبايل وتيجي ترفع صورة المحفظة تأكيدا هنا اهو، يعني هتيجي تاخد سكرين شوت للمحفظة بعد ما تحملها عندك على الموبايل وترفع السكرين شوت هنا اهو تمام. وده اوبشن 1. بعد كده ايه تاني؟ بتيجي هنا بقى التأكيدات، بتحط اليوزر التليجرام الخاص بيك تليجرام ريفير ستارتنج ماشي، وده اليوزر بتاع صاحب الإحالة، بس استاذنكم تحط اليوزر بتاعي هنا لو هسجل في الدروب ده او الدروب. اول حاجه ده اليوزر الخاص بك انت في التليجرام، وبعد كده ده اليوزر بتاع صاحب الاحاله، بعد كده هتحط اليوزر بتاعك بتاع تويتر، وهنا هتحط اللينك بتاع التويتايه مش الريتويت، انا التويتايه ارجع تاني اللي هي التويتايه دي، انت هتعلم الكلام ده كله ونعمل بيه تويتايه جوه ايه تويتر. جوه تويتر تمام، يبقى هنا لينك التويتايه. وبعد كده كونامي ميرو كرانسي، وهنا هتحط رقم محفظه عملة ميرو اللي انت جايبها من محفظة كونامي. اير دروب مهم ومحدش ايه يستقل بيه على فكرة او يزهق منه. وبعد كده تدوس كلمة ايه سبمنت. هسيب لكم لينك المحفظة مباشر اللي عاوز يحملها، معاك اختيارين، يا اما تنزلها من على جوجل بلاي، يا اما تنزل ايه الابيك بتاعها على الكمبيوتر وتحملها انت او تبعتها على الموبايل. ومعاك ده بالنسبة لاندرويد، بالنسبة للايفون معاك اهو المحفظة تنزل على الايفون. معاك حل تالت انت تنزلها على الكمبيوتر سواء على ويندوز او على ايه لينكس او ماك تمام. يبقى المحفظه فيها اربع اختيارات، اندرويد ايفون ويندوز ماك وفي لينكس كمان، يعني كده خمس اختيارات معانا والموضوع مفتوح ان احنا نحمل المحفظه. مش قادر تحملها على الموبايل او على الايفون حملها مع حملها عندك على الكمبيوتر، المحفظه مش تقيله يعني، بس هي شرط فيها بالنسبه للويندوز انت تكون منزل ويندوز 64 بت. نيجي الدروب اللي بعده بس ده طويل شويه. الدروب ده خاص بعمله اسمها انرجي كوين،
كنا شرحناه قبل كده، هنعيده بس تاني. هنظهر لأهمية العملة. أول حاجة بتحط الإيميل بتاعك، تمام. بعد كده بيطلب منك تسجيل في منصتين أو في موقعين، موقع العملة نفسه هتنسب لك الرابط مباشر عشان تسجل، والرابط التاني الخاص بعملة فيكس أو منصة، أنا آسف، منصة اسمها فيكس اكسشينج، ودي بيتم تبادل العملة نفسها عليها. يبقى ايه ده أول حاجة، ده موقع العملة نفسه هسيب لك الرابط، وده اللي هي المنصة اللي بيتم البيع العملة عليها، تمام. بتحط له الايميل هنا اللي انت مسجل بيه في المنصه، اول حاجه في موقع العمله، والايميل اللي انت مسجل بيه في المنصه هنا، وفضل سجل بايميل واحد حطه هنا وهنا نفس الايميل. بعد كده بتعمل له فولو على تويتر، وتحط له اليوزر بتاع تويتر. بعد كده فولو برضو على تويتر على صفحه تانية، وتحط له اليوزر برضو. بعد كده بيقول لك تويت اند كومنت ذيس بروجكت، تمام. هتعمل بص، هناخد ايه اول بوست من هنا مع اول بوست من هنا، ونعمل ايه لايك وريتويت بكومنت، وهنحط ايه واحد هنا منهم وواحد ايه تاني بوست هنا. بعد كده هنيجي هنا بالنسبه لموقع ريديت، طالب منك تعمل فولو، وهتيجي على اي بوست موجود جوه الصفحه هتعمل له كومنت، وتحط طبعا هنا اللينك هنا هتحط لينك بروفايل الخاص بيك على موقع ريديت. بعد كده ده موقع ريديت، ده الصفحه الاولانيه الخاصه، ودي صفحه تانيه فولو بوست بروجكت ان ريديت اند كومنت اون اني بوست. تمام، في اختلاف، ما هما الاثنين واحد. يعني تعالى نفتح كده ونتأكد. ماشي، هنيجي نعمل له هنا فولو، وهتيجي هنا هتعمل ابفوت كده، وهنيجي نعمل هنا كومنت مثلا على اي بوست زي ما قال لنا، بيست بروجكت ايا كان، تيجي تكتب هنا الكومنت بتاعك، تمام. وبعد كده هتحط له منك ايه اون اني بوست، ماشي، حط له لينك بروفايل هنا زي ما هو طالب، ولينك بروفايل خاص بريتويت بريديت هنا، ولينك بروفايل برضه هو مش طالب حاجه تانية. هنيجي بعد كده هنا بالنسبه لينكد ان، هنعمل هنا فولو اون لينكد ان اند ريبوست اني كومنت، ماشي. هتيجي تخش الصفحه بتاعتهم على لينكد ان، هنا في صفحتين مختلفين فالموضوع ايه متماشي. هتعمل ايه، هتخش تعمل فولو للصفحه دي، وهتعمل ايه زي شير للبوست، وهتعمل كومنت جوه البوست نفسه ولايك طبعا، ونفس القصه مع اللينك التاني، هتعمل برضه تخش الصفحه تعمل لايك وكومنت وشير وفولو. بعد كده هنا ده الفيس نفس الموضوع، لايك وكومنت وشير وفولو للبوست للصفحه دي وللصفحه دي. نيجي بعد كده الانستجرام، طالب منك تعمل فولو فقط، وبتيجي تحط اليوزر بتاعك الخاص بالانستجرام. بعد كده هنا ده موقع ميدا، هتعمل له فولو وتحط اليوزر بتاعك او لينك بروفايل، هتعمل سبسكرايب للصفحه بتاعتهم، واللينك بروفايل هتسيبه هنا. ده موقع جيت هاب، طالب منك انت ايه سبسكرايب ذا شانل اند ليف كومنت اون اني فيديو. هفتحها لكم كده عشان اوضح لكم الدنيا. جيت هاب ممكن تسجل فيه عن طريق الفيس عشان ما تعبش دماغك، تمام. وتيجي هنا تعمل فولو كده، هو ده اللي طالبه، تمام. كده انا عملت فولو، وهطالب مني انا اعمل كومنت، هنيجي على اي بوست مثلا البوست ده، اشوف انا معاكم هكتشف معاكم طريقة الكومنت ازاي. كرييت تو كومنت، لا نخش على البوست نفسه مثلا من هنا كده ونشوف. اي كومنت مثلا اي، تمام. المشكلة انا مش خبير في الموقع ده زيكم، انا واتش ماشي، هنعمل واتش وهنعمل ستار وهنعمل فورك، ماشي تمام، دي احنا معروف. خلاص نكتفي مع الجيت هاب بالكومنت اللي احنا بالفولو اللي احنا عملناه وخلاص.
ولو حد عنده طريقة لعمل كومنت جوه جيت هاب مفيش مشاكل، ممكن يسيبها لنا برضو ايه تحت الفيديو في الشرح. نرجع كده للدروب. المهم ده موقع ايه جيت هاب. هو العموم طالب مني نعمل حاجتين، نعمل سبسكرايب اللي هو الفولو احنا عملناه وكومنت، تمام. بقول لك اون ان فيديو، هتشوف لو اكتشفت جديد بالنسبه لطريقه الكومنت او حد يعرف طريقه مفيش مشاكل. نيجي بعد كده اشتراك في جروب تليجرام، اشتراك في جروب تليجرام، اشتراك في جروب تليجرام، وتحط التلات ايه اليوزر بتاعك تحطه في كل خانه فيهم. بعد كده هنا انتر ذا ادرس والوالت ادرس، مش انا هحط رقم محفظه اثيريوم والت. if you want to get انتر وايت ادرس اون تروم بلاتفورم، ماشي. هنا هنحط رقم محفظة الاثيريوم والت بتاعتنا، وهنحط رقم محفظة ترون، تمام. وهسيب لكم برضه رابط محفظة ترون اللي بالنسبة للي ما يعرفش المحفظة. وبعد كده انتر يور تليجرام، ماشي. وهنا بتحط اليوزر بتاع صاحب الاحالة اللي دعاك، فاستأذنكم تحط اليوزر بتاعي في الخانة دي، تمام. وهنا بريفير اول تاسك، ماشي. هتعلم ان انت خلصت المهام كلها دن، وتدوس سبمنت. خش على الدروب اللي بعده، اقفل الحاجات دي بس. لا بكده يعتبر ايه الدروبات اول مهام اللي معانا النهارده انتهت. واتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.